بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رب العالمين. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان أحل المسألة. فكرة الدرس يا أبنائي، أحل مسألة على الأعداد من 6 إلى 10 مستعملا رسم صورة. انظر إلى الصورة التي أمامك، مهم أن تنظر إلى الصورة التي أمامك لأننا نحتاج الأشياء الموجودة فيها. انظر إلى السؤال الأول، العدد المكتوب 8، العدد 8، ما هي الأشياء الموجودة في الصورة عددها 8؟ هل هي القبعات أم الموز أم الكرات؟ انظر يا بني وعد. ما الذي وجدته عددهم 8؟ نعم، الموز. ارسم 8 موزات بجوار العدد 8، بجوار العدد 8، ارسم 8 موزات بجوار العدد 8. السؤال الثاني، العدد 9، ما انظر إلى الصورة، ما هو الشيء الموجود وعددهم 9؟ انظر يا بني. نعم، القبعات. عد القبعات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ارسم 9 قبعات بجوار العدد 9. ارسم وتعلم كيف ترسم القبعة، 9 قبعات. اذا في هذين السؤالين رسمنا الموز بجوار 8 ورسمنا القبعات بجوار العدد 9. السؤال الثالث، أيضا أمامك صورة، الصورة بها مناديل وبسكويت وأكواب. انظر إلى هذه الصورة، ما الموجود بها وعددهم 10؟ انظر ما هو الشيء الموجود في الصورة وعددهم 10؟ ماذا يا بني، البسكويت أم المناديل أم الأكواب أم ماذا يا بني؟ عد. نعم، المناديل. المناديل عددها 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. ارسم بجوار العدد 10 10 مناديل وتعلم كيف ترسمها، سهلة. ارسم مثل الصورة 10 مناديل. العدد 7، انظر إلى الصورة، ما هي الأشياء التي عددها 7؟ ما هي يا بني؟ نعم، الأكواب. الأكواب عددها 7، عدها، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. ارسم 7 أكواب بجوار العدد 7. ارسم 7 أكواب بجوار العدد 7. انظر يا بني إلى العدد في السؤال رقم 5، العدد 9، ما هو الشيء الموجود في الصورة وعددهم 9؟ نعم، موجود فيها الطبق بسكويت. عد البسكويت، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ارسم 9 بسكويتات بجوار العدد 9. السؤال رقم 6، ما الموجود في الصورة وعددهم 6؟ فقط 6 فقط. موجود أمامك الملاعق. نعم، الملاعق عددهم 6،
عدهم 1 2 3 4 5 6 ارسم 6 ملاعق. ابنائي بعد ان رسمنا الاشياء الموجودة في الصورة بجوار كل عدد بشرط بعد ان ارسم اعد مرة ثانية بجوار العشرة يجب ان تكون المناديل عددهم 10، وبجوار 7 يجب ان تكون الاكواب عددهم 7، والعدد 9 البسكويت لا يجب ان يكون عددهم 9، والعدد 6 نرسم 6 ملاعق واعدهم مرة ثانية. وفي المنزل يا بني ممكن ابحث عن اشياء عددها من 6 الا الى 10 ثم ارسم صورة بعددها. ممكن ارسم صورة بعدد 10 ملاعق ب10 اكواب في اي ورقة موجودة في البيت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.